اقول للمعممين اقول للمبلغين اقول لطلاب الحوزه في النجف وكربلاء قد لا يدرك عوام الشيعه خطوره الموقف لكنكم تدركون خطوره الموقف هذا الموقف يكشف عن امرين الامر الاول انسان قتل وهذا حقه ولا يستطيع ان يخرج من قبره كي يطالب بحقه هناك أولياؤه هناك عائلته وفي أكثر الأحيان هناك امرأة ترملت وهناك أطفال يتموا وهؤلاء بحاجة إلى هذا المال دين العترة شرع الدية الأحاديث في فقهها الصحيح نظرت الى القيمه وليس الى عناوين المواد التي ذكرت الى المفردات والقيمه التي تحدثت عنها الروايات هي قيمه عاليه نسبيا قطعا قيمه الانسان اعلى واعلى من هذا لكن هذا الذي يمكن ان يدفع بحسب قدره الانسان وطاقته ودين العتره قطعا ياخذ كل هذه الامور بالاعتبار فدين علي يحدد الديه وهذه الروايات والاحاديث انا لا احدثكم عن روايه واحده قد تشككون فيها انا احدثكم عن كم من هائل من الاحاديث والروايات وعن كم من هائل من الكتب والمصادر وهذه الشواهد بين ايديكم فيأتي مرجع النجف لأنه لا يدرك فقه العترة كي يضع تحديدا للدية انتم لماذا تشتركون في هذه الجريمة اولا تكذبون حيث تقولون من ان الدين يقول ان الديه كذا وكذا بحسب ما يقول السيستاني وهذا كذب الدين لا يقول هذا انكم تفترون على العتره الطاهره تفترون على محمد وال محمد حينما تقولون من ان الدين يقول هكذا بحسب ما يقول السيستاني هذا كذب وافتراء هذا اولا ثانيا انكم تضللون الناس تجعلون الناس يقدسون المراجع وهم ليسوا اهلا للتقديس المرجع الذي يفتي بهذه الطريقه ليس اهلا للاحترام ليس اهلا للاحترام. العالم العالم الذي يفتي وفقا لمنهج العتره الطاهره يستحق الاحترام، اما التقديس فهو للمعصوم. انتم تعلمون الشيعه ان يقدسوا اناسا لا يعرفون دين العتره وتكذبون عليهم بانهم نواب صاحب الزمان، لماذا تفعلون هذا؟ ما الذي تنتفعونه؟ السيستاني ليس قادرا ان ينفعكم لانه ليس قادرا ان ينفع نفسه وانا وهو وانتم نقرا في الادعيه من اننا لا نملك لانفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا لن ينفعكم السيستاني لا في الدنيا ولا في الاخره صحيح انكم تستلمون راتبا حوزويا بإمكانكم أن تستلموا الراتبة ومع احتراماتي لكم وتقعدون وتنشبون تقعدون وتنشبون من دون أن تضللوا الناس ومن دون أن تنشروا هذه الأكاذيب وهذه الافتراءات على دين العترة الطاهرة رجل جاهل يجهل بفقه العترة الطاهرة لماذا تطبلون لجهله لماذا تغررون بالناس لماذا تضحكون على الناس كي يقدسوا انسانا جاهلا الامر الثاني القضيه قضيه جهله بدين العتره الطاهره ليست منحصره بهذا الموضوع لقد تحدثت كثيرا عن جهله بدين العترة الطاهرة فتاواه في مسألة بيع الدولار بالدينار فتاواه في مسألة التلقيح الصناعي فتاواه في مسألة بطلان الصلاة الواجبة بذكر علي في التشهد الوسطي والاخير الى قائمه طويله من الفتاوى التي تتناقض مع دين العتره الطاهره فلماذا تفعلون هذا بانفسكم وبامكانكم بامكانكم ان تعملوا بالتقيه على الاقل وان كانت التقيه لا يصح العمل بها في مثل هذه الاحوال لانكم تستطيعون ان تصرحوا بالحق لكنكم جبناء لكنكم عباد لبطونكم وعباد لفروجكم وعباد للقمه وعباد للدينار والدرهم هذا هو واقع اصحاب العمائم ماذا تقولون وهذه الحقائق واضحه بين ايديكم ما هو الفارق فيما بينكم وبين اعداء امير المؤمنين اقرا عليكم هذا هو الكافي انني لا اقرا عليكم من كتب القطبيين مثل ما تفعلون انتم ويفعل اساتذتكم إنني لا أقرأ عليكم من كتب النواصب مثل ما تفعلون أنتم وتضحكون على الناس ومثل ما يفعل مراجعكم ويضحكون عليكم إنني أقرأ عليكم من كتب العترة الطاهرة الجزء الثامن من الكاف الشريف وهذه طبعة دار التعارف بيروت لبنان الحديث الحادي والعشرون حديث طويل جاء فيه ان امير المؤمنين القى خطبه في خواصه في الصفحه السادسه والخمسين ثم اقبل بوجهه أمير المؤمنين وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته فقال قد عملت الولاة قبلي من هم الولاة قبل أمير المؤمنين؟ أبو بكر عمر وعثمان هؤلاء هم الولاة من قبله قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ولهذا السبب في الشورى العمريه حينما قالوا لعلي نبايعك خليفه بشرط ان تعمل بسيره ابي بكر وعمر رفض البيعه كلها لانه يرى ان ابا بكر وعمر مهكانا على دين رسول الله وهذا هو الذي يصرح به هنا قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته ولو حملت الناس على تركها وحولتها الى مواضعها والى ما كانت في عهد رسول الله لتفرق عني جندي حتى ابقى وحدي او قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض امامتي من كتاب الله عز وجل وسنه رسول الله ارايتم لو امرت بمقام ابراهيم فرددته الى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله لان عمر قد غيره وهذا مذكور في كتب التاريخ ارايتم لو امرت بمقام ابراهيم فرددته الى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله ورددت فدك الى ورثه فاطمه ورددت صاع رسول الله كما كان لقد غيروا في المقادير والاوزان و الخطبه طويله الى ان يقول صلوات الله وسلامه عليه والله لقد امرت الناس الا يجتمعوا في شهر رمضان الا في فريضه لانهم كانوا يصلون التراويح في مسجد الكوفة إنها بدعه عمر أمير المؤمنين نهاهم عن ذلك فرفعوا أصواتهم وسنة عمراء وسنة عمراء حالكم الآن بالضبط هو هذا هذه الحقائق ولكنكم ستقولون وسنة سيستانيا هذا وعلم أنا أضحك عليكم أنا لا أبالي بكم أنتم مسخرة أنتم مسخرة بتمام معنى الكلمة مضحكة أنتم شيوخ العشائر أصحاب العمائم هؤلاء الذين يجدون لأنفسهم منزلة دينية اجتماعية ويتدخلون في مثل هذه الأمور هم شركاء في هذه الجريمة شركاء في الافتراء على علي وآل علي في أن دينهم هكذا هذا ما هو بدين علي وآل علي وليس الأمر منحصرا بهذه المسألة الرسائل العملية أكثرها تخالف دين علي وآل علي الدليل هذه الأحاديث فالرسائل العملية تخالف أحاديث العترة الطاهرة سيتضح ذلك لكم حينما أبين لكم فتاوى دين العترة الطاهرة في البرنامج الذي وعدتكم إياه الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة في قادم الأيام إذا جرت الأمور بأسبابها والله لقد امرت الناس ان لا يجتمعوا في شهر رمضان الا في فريضه التراويح بدعه. واعلمتهم ان اجتماعهم في النوافل بدعه. عمر هو الذي يقول هذا صحيح البخاري. هذا صحيح البخاري. البخاري الذي توفي سنه 256 للهجره. وهذه طبعه دار صادر. بيروت، لبنان، إنها الطبعة الأولى 2004 ميلادي، كتاب صلاة التراويح، صفحة 347 وسبعة إنه الكتاب الحادي والثلاثون من كتب صحيح البخاري الباب الأول باب فضل من قام رمضان رقم الحديث ألفين وعشرة بسنده بسند البخاري عن عبد الرحمن ابن عبد القارئ أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على ابي بن كعب ثم خرجت معه ليله اخرى والناس يصلون بصلاه قارئهم قال عمر نعم البدعه هذه هذه بدعه عمر انني اقرا عليكم من البخاري عمر هو الذي يصف صلاه التراويح التي شرعها جماعه يصفها بأنها بدعه هذا قول عمر قال عمر بعد ان راى الناس تصلي صلاه التراويح بحسب ما ابتدعه هو وشرعه من عند نفسه قال عمر نعم البدعه هذه انني اقرأ عليكم من البخاري هذا هو البخاري وهذا كلام امير المؤمنين والله لقد امرت الناس ان لا يجتمعوا في شهر رمضان الا في فريضه واعلمتهم ان اجتماعهم في النوافل بدعه هذه بدعه عمر فتنادى بعض اهل عسكري ممن يقاتل معي يا اهل الاسلام غيرت سنه عمر فهل سنه عمر هي سنه رسول الله؟ انها سنه عمر ولهذا رفض امير المؤمنين ان يعمل بسنه ابي بكر وعمر لان سنتهما لا علاقه لها بسنه رسول الله صلى الله عليه واله، علي سنته سنه رسول الله فتنادى بعض اهل عسكري ممن يقاتل معي يا اهل الاسلام غيرت سنه عمر ينهانا عن الصلاه في شهر رمضان تطوعا ولقد ولقد خفت ان يثور في ناحيه جانب عسكري ثم يقول امير المؤمنين ما لقيت من هذه الامه من الفرقه تفرقوا عني ما لقيت من هذه الامه من الفرقه وطاعه ائمه الضلاله والدعاه الى النار يتحدث عن الخلفاء الذين سبقوه يصفهم بانهم ائمه الضلاله وبانهم الدعاه الى النار ما لقيت من هذه الأمة من الفرقة وطاعة أئمة الضلالة والدعاة إلى النار إلى آخر ما تكلم به الخطبة مفصلة مفصلة أنتم حالكم حال هؤلاء وسنة عمراء وسنة سيستانية يجب عليكم أن تبينوا الحقائق للناس القضية ليست منحصرة في دية القتل الخطأ الكلام طويل الكلام طويل والبداية من العقائد البداية من العقيدة العقيدة التي يعلمها السيستاني للشيعة عقيدة ضلال وانتم تساندونه في ذلك عدوا إلى برامجي وتأكدوا من هذه الحقائق بأنفسكم، إنني لا أحدثكم من فراغ، وليس عندي من مشكلة شخصية مع السيستاني أو غيره، وهذه المشكلة ليست خاصة بالسيستاني، هذه مشكلة جميع المراجع، المراجع الآخرون في نفس مستوى الجهل السيستاني. لو كانوا يعرفون دين العتره الطاهره لبينوا هذا الامر للناس ماذا سيصنع لهم السيستاني هل يقوم باعدامهم انه لا يستطيع ان يفعل هذا لو كان قادرا ربما فعل هذا وفعل اكثر من هذا لكنه لا يستطيع ان يفعل هذا اذن اين مراجع الدين اين العلماء مدينة النجف مدينة العلماء مدينة اللواط والفرخجية المدينة الأولى في اللواط والفرخجية في العراق هي مدينة النجف هذا أمر يعرفه العراقيون هذا أمر تعرفه الشيعة لكن لا أحد يتحدث عن هذا أنا لا أبالي بأحد ولذا أتكلم بصراحة مدينة اللوط الأولى في العراق مدينة النجف هذا أمر هذا أمر تعرفه الشيعة وحتى العراقيون من السنة والأكراد يعرفون هذه الحقيقة مدينة العلماء أين هم العلماء؟ لماذا لم يتكلموا لماذا في كل يوم هناك باطل ينشره السيستاني او ينشره مرجع اخر لماذا لا يتكلمون لانهم جهال جهال لانهم يصدرون الفتاوى وفقا للمنهج نفسه للمنهج الطوسي القذر هذه هي الحقيقه من الاخر فهذا هو حالكم الحال الذي تتحدث كلمات أمير المؤمنين عنه ويتحدث عن زمانه الأيام هي الأيام والناس هم الناس نذهب إلى فاصل لا يضحكون عليكم ويقولون لكم المرجع هو أعلام وهو أعراف هذه مسخره الامام المعصوم هو الاعلم وهو الاعراف المرجع بهذا يثبت انه هو الاجهل وهو الاثول وهو الاغبى فلا يضحكون عليكم انتم يا عوام الشيعه ويقولون لكم من ان المرجع هو الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي له مواصفات حددها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أقرأها عليكم. إمامنا الصادق يقول: إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة وهذا هو الجزء الاول من طبعة دار الاسوة طهران ايران في الصفحة الثامنة والثمانين من رواية طويلة هي الرواية العاشرة في الباب الذي عنوانه باب اختلاف الحديث بسنده بسند الكليني عن عمر بن حنظله رواية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة منها عمر بن حنظله يسأل الإمام الصادق بالنسبة للشيعة إذا ما وقع اختلاف فيما بينهم في أمر مالي مثلا في شأن من شؤون حياتهم الإمام يقول له لحل مشكلتهم ينظران الشخصان المختلفان ينظران الى من كان منكم من كان منكم من شيعة العترة الطاهرة ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا هذا لا ينطبق على السيستاني هو لم يعرف أحكامه ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا متى سمعتم السيستانية يروي الحديث لكم متى وسلوا الحوزويين أيضا متى سمعوا السيستانية يروي الحديث لهم وليس السيستاني فقط الحديث عن سائر المراجع متى سمعوا المراجع يروون الحديث له متى ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا روى روى ينقل الحديث بلسانه هو راوية هذا الوصف لا ينطبق على اي معمم في النجف وكربلاء على الاطلاق. ينظران الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما هذا هو الحاكم الشرعي من قبل ائمتنا هذه الاوصاف لا تنطبق على السيستاني لو كان راوية للحديث ولو كان ناظرا في حلالهم وحرامهم بحسب ما هم يريدون لعرف حكم الدية من فقههم فالسيستاني ما هو بحاكم شرعي هذه الاوصاف لا تنطبق عليه فلا يضحكون عليكم ويقولون لكم من ان المرجع حاكم شرعي وهو اعرف وهو اعرف اعرف باي شيء اذا كان جاهلا بدين العتره واحاديث العتره اعرف باي شيء وهل ياتينا بفتاوى تخالف دين العترة الطاهرة ويصبح اعرف ما هذا الضراط؟ هذا ضراط بتمام معنى الكلمه الامام الصادق هكذا يقول ينظران الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما بهذه المواصفات فاني قد جعلته عليكم حاكما الصفه الاولى قد روى حديثنا هو راوية حديث الجميع يعرفون هذا عنه لا انه يفرض نفسه بانه راوية حديث او ان اتباعه يفرضون للناس بان هذا راوية حديث وانما يفرض نفسه على الجميع بانه راوية حديث الواقع يخبر عن هذا هذا هو راوية الحديث عدوه وصديقه يعرف عنه بانه راوية حديث لا يدعي كذبا او يدعى له ذلك هذا ما هو براوية حديث هذه الصفة الاولى لا بد أن تكون هذه الصفة واضحة معروفة للجميع فهذه القضية لا تحتاج الى بحث كثير إنه يتحدث دائما بحديثهم هذا هو راوية الحديث وهذا شيء يستطيع الجميع أن يشخصوه إنه يحدث الشيعة بحديثهم هذا هو راوية الحديث ويحدث بمختلف أحاديثهم بمختلف أحاديثهم حينما يقول الإمام قد روى حديثنا ما قال قد روى حديثنا في أحكام الصلاة والصوم قد روى حديثنا في كل الموضوعات ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا نظر في الروايات والأحاديث التي ترتبط بالفتاوى والأحكام نظر فيها بحسب ما هم يريدون هذا تعبير تعبير دقيق ونظر في حلالنا وحرامنا بحسب ما حللنا وبحسب ما حرمنا بحسب قواعدهم لا بحسب قواعد الشافعي مثل ما يعمل مراجع النجف وكربلاء وفقا لعلم اصول الفقه علم اصول الفقه هذه قواعد الشوافع وقواعد الاحناف وقواعد المعتزله ممن قد روى حديثنا في مختلف الابواب وليس في باب الاحكام فقط ونظر في حلالنا وحرامنا لان فهمه لاحاديث الحلال والحرام تتوقف على معرفته بسائر ابواب المعارف الاخرى انها منظومه واحده متناسقه ومتسقه وهذا هو منطق العترة الطاهرة ولذا ماذا قالوا اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا ليس في باب الحلال والحرام أو ليس في باب علامات الظهور وإنما في كل الأبواب اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا فانا لا نعد الفقيه منهم فقيها والمراد من الفقيه ليس هو الذي يفتي في الحلال والحرام هذا فقه ادنى المراد من الفقيه هو الذي يفتي في القران هو الذي يقدم حقائق القرآن بحسب دين العترة الطاهرة هو الذي يقدم حقائق المعارف الإلهية بحسب دين العترة الطاهرة هو الذي يقدم أسرار الثقافة والعقيدة بحسب قرآنهم المفسر بتفسيرهم وبحسب أحاديثهم المفهمة وفقا لقواعد تفهيمهم هذا هو الفقيه وجزء من الفقه الفتيا، الفتيا بامور الحلال والحرام ولكن وفقا لقواعدهم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها من رواه الحديث في مختلف الابواب حتى يكون محدثا فقيل او يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما هذه كلمات امامنا الصادق صلوات الله عليه قال يكون مفهما والمفهم محدث ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا. على ارض الواقع السيستاني لا هو براويه الحديث ولا هو بناظر في حلالهم وحرامهم بحسب ما هم يريدون، وانما هو ناظر في حلالهم وحرامهم بحسب علم اصول الفقه الشافعي المعتزلي. والدليل انه لا يعرف احكامهم وهذه احكامهم وهذه فتاوى والقضيه لا تنحصر بهذه المساله انني في مقام الاجابه على سؤال بخصوص هذه المساله والا اذا اردت ان اتناول سائر المسائل الاخرى فان الامر سيطول وقد عرضت نماذج عديده من الفتاوى السيستانية التي تتناقض وتتنافر مع دين العترة الطاهرة بدرجة مئة بالمئة وهذا الأمر ليس خاصا به المشكلة ليست في شخصه المشكلة في المنهج الذي هو عليه إذا مات هو وجاء من بعده المرجع القادم أكان من أولاده ام كان من الاخرين ام كان من خارج النجف ولكنه على المنهج نفسه المشكله هي المشكله لا يتغير شيء هذه هي الحقيقه من الاخر فهؤلاء ما هم بحكام شرعيين اوصاف الحكام الشرعيين لا تنطبق عليهم مطلقا هذا هو الحاكم الشرعي الذي يتحدث عنه امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا الامام يوجه امره للشيعه فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا ما حكم لا بد ان يحكم بحكم العتره الطاهره لا بحكم من عنده فاذا حكم بحكمنا الامام هكذا يقول فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه الشيعي فانما استخف بحكم الله لانه حكم بحكم اهل البيت وليس بحكمه هذا حكم السيستاني وما هو بحكم اهل البيت عليكم ان تستخفوا به ان لا تعملوا به فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله من فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والرد علينا الراد على اهل البيت الراد على الله وهو على حد الشرك بالله كذابون مراجع النجاة يعلمون الشيعة من أن الراد على الفقيه راد على الله تعالى في أي كتاب هذه الرواية؟ يا أيها المراجع النجفيون الكربلائيون القميون الكذابون في أي كتاب هذه الرواية؟ أخرجوها لنا أخرجوها لنا يا كذابون هكذا يعلمون الشيعة من أن الراد على الفقيه هو راد على الله تعالى الائمه هكذا يقولون من ان الراد علينا هو راد على الله لا توجد روايه بهذا الذي يضحكون به عليكم يا ايها المضحكه يا ايها المسقره يا ايها الذين تقولون نحن شيعه يا ايها الشنيعه ما انتم بشيعه انتم شنيعه على ال محمد تدبروا في كلمات ائمتكم هذا كلام امامنا الصادق ينظران الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا وليس بحكمه فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله من ما ذكرته لكم من أن الدية تصل إلى أربعمائة مليون دينار عراقي هذا حكمهم ما هو حكمي حينما تستخفون بهذا الحكم أنتم تستخفون بحكم العترة الطاهرة لكنكم تقدسون حكم السيستاني الذي يجب عليكم أن تستخفوا به لأنه لا علاقة له بدين العترة الطاهرة فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله من فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد هذا رد عليهم والرد علينا الرد على العترة الرد على الله وهو على حد الشرك بالله فلا يضحكون عليكم ويقولون لكم من ان الراد على المرجع رد على الله اذا كان المرجع جاهلا لا يفقه دين العتره كيف يكون الرد عليه ردا على الله الرد على العتره الطاهره رد على الله وحينما يكون الرد على الحاكم الشرعي المنصب من قبلهم بحسب هذه الاوصاف بشرط ان يكون ذلك الحاكم الشرعي حاكما حقيقيا وانه يحكم بحكمهم اذا ردوا على حكمه لانه حكم العتره الطاهره ردوا على الله لا لانهم ردوا على الحاكم الشرعي لانهم ردوا على العتره الطاهره تلاحظون الدقه في كلمات امامنا الصادق صلوات الله عليه فاذا حكم بحكمنا هذا الحاكم الذي نصبه الامام الصادق فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله من الشيعي فانما استخف بحكم الله وعلينا رد على العتره وليس على الفقيه الفقيه لا يساوي نعالا ممزقا هنا الكلام عن الائمه هنا ما قيمه الفقيه ما قيمه المرجع النعال فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله وعلينا راد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله هذه حقائق دين العترة تقبلونها أم ترفعونها أصواتكم واسستانيا يا أيها المسخرة مسخرة أنتم أتحفوهم أتحفوهم أتحفوا المسخرة بالوثيقة الدخية ما أريد أجيب الأسماء واحد قال لي أدق على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة قال توصل اطمئنا تركبهم يعني مش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عبارته واحد من الاعلام قبل خمس سنوات قال لي مستعجل وش داعي اقول تركبهم <applause> يعني خلاقة اهم شيء، كلمة خلاقة اهم شيء، شميل، بقول لك يا حركة فطوش، ديخ عربي فطوش، والنص عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه، لأنه ما رد أجيب الأسماء أسماء، قال تركب مثل ما تركب فلان وقال ديخ، لا مو علم إجمالية، هذا واقع <applause> واقع الشيعة، لا ابو الواقع الشيعة هذا والله هذا واقع من المصدر نفسه كي يكون ختاما لهذه الحلقه في الصفحه السادسه والخمسين انه الحديث الخامس من الباب الذي عنوانه باب فقد العلماء بسنده بسند الكليني عن داوود بن فرقد قال قال ابو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه ان ابي يشير الى امامنا الباقر ان ابي كان يقول ان الله عز وجل لا يقبض العلم بعدما يهبطه ولكن يموت العالم فيذهب بما يعلم فتليهم الجفاة فيضلون ويضلون ولا خير في شيء ليس له اصل هذا المنطق في هذا الحديث الشريف اعيد قراءته عليكم دققوا النظر فيه الامام الصادق يحدثنا عن الامام الباقري صلوات الله عليهما بانه كان يقول إن الله عز وجل لا يقبض العلم بعدما يهبطه، بعدما تتوفر أسباب انتشار العلم فإن الله سبحانه وتعالى لا يمنع تلك الأسباب ولكنه يموت العالم، يموت العالم الذي كان على علم حقيقي ولكن الناس ما انتفعت من علمه او انها منعته من نشر علمه ولكن يموت العالم فيذهب بما يعلم فتليهم الجفاه ما المراد من الجفاه سيبين لنا امامنا الحجه معنى الجفاه فتليهم الجفاه فيضلون هؤلاء الجفاه يضلون ويضلون ويضلون الشيعه ولا خير في شيء ليس له اصل اصل العلم ناخذه من اصل الدين واصل الدين هو الامام المعصوم الذين ياخذون علمهم من سقيفه بني ساعده فهؤلاء ليس لهم اصل ولا خير في شيء ليس له اصل لان اصل الدين رجل كما يقول امامنا الصادق وهو امام عصره وهو امام عصره هذا هو اصل الدين مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه واله لعلي يا علي انت اصل الدين انت اصل الدين وبعد ذلك قال له وانا اشهد لك بذلك من هم هؤلاء الجفاه الذين يضلون الناس بالضبط ما قاله امام زماننا في الرساله الاولى التي وصلت الى المفيد سنه اربعمئه وعشره للهجره ومعرفتنا بالزلل الذي اصابكم يخاطب مراجع الشيعه عبر المفيد ومعرفتنا بالزلل الذي اصابكم مذ جنح كثير منكم جنحوا مالوا هذا هو الجفاء هذا هو الجفاء مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا هذه عمليه مجافاه مع منهج السلف الصالح ومعرفتنا بالزلل الذي اصابكم مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا عنه بعيدا ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون هذه المجافاه مجافاة مع العهد مع عهد الولايه والامامه ونبذوا العهد الماخوذ منهم نبذوه ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون مذ كثير منكم الى اين حاله مجافات مذ كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعه الى الجهه البعيده عن دين العتره الطاهره بالضبط المذهب الطوسي اللعين حوزه النجف اللعينه التي اسست وفقا لهذا المذهب اللعين وهذه نتائجها هذه نتائجها بين ايديكم ان الله عز وجل لا يقبض العلم بعدما يهبطه ولكن يموت العالم وهذا العالم جزء من الاسباب التي هياها الله ان الله عز وجل لا يقبض العلم بعدما يهبطه ولكن يموت العالم ولم ينتفع الناس من علمه او انهم منعوه منعوا منعوه ان ينشر علمه ولكن يموت العالم فيذهب بما يعلم فتليهم الجفاة الذين هم في حالة مجافاة مع منهج السلف الصالح وفي حالة مجافاة مع بيعة الغدير ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون هذا تطبيق حقيقي وواقعي على الارض يقوم به مراجع النجف وكربلاء بنحو عملي قولي فعلي عقائدي فتوائي يوميا مع كل نفس من انفاسهم مع كل فعل من افعالهم مع كل فتوى من فتاواهم ولكن يموت العالم فيذهب بما يعلم فتليهم الجفاه فيضلون ويضلون ولا خير في شيء ليس له اصل الاصل محمد وال محمد الاصل امام زماننا الاصل في ديننا من الجهه العلميه قران محمد وال محمد بحسب تفسيرهم وحديثهم بحسب قواعد تفهيمهم هذه هي الحقائق الواضحه والصارخه في كل حرف من حروف قرانهم المفسر بتفسيره وهي هي نفسها الحقائق الواضحه والصارخه في كل حروف كلماتهم في مجمل احاديثهم وخطبهم ورواياتهم وزياراتهم وادعيتهم الشريفه نذهب الى فاصل. الخلاصه الدية الشرعية بحسب دين العترة الطاهرة للقتل الخطئي في الاشهر غير الحرم قيمة الف دينار ذهبي أو قيمة مئة بعير كبير أو قيمة مئتي بقرة بقرة كبيرة أو قيمة الف رأس من الغنم من الخراف وقيمة هذه الأشياء في زماننا وبحسب سؤال السائل العراقي في البيئة العراقية متقاربة تقريبا فإن القيمة بحدود أربع مئة مليون دينار عراقي أما إذا كانت الحادثة قد وقعت في الأشهر الحرم فإن القيمة تكون بحدود 530 مليون دينار عراقي هذا الأمر يمكن أن يزداد أن يزداد شيئا قليلا ويمكن أن ينقص شيئا قليلا بحسب السوق فليس هناك من تحديد مقدار ثابت للدية الشرعية بالدينار العراقي وإنما القيمة قيمة الذهب الإبل الأبقار والأغنام أما الفضة فهي خارجة من بورصة الدين وكذلك الحلل الحلل اليمانية. فتوى السيستاني فتوى باطلة ولا يجوز العمل بها بأي وجه من الوجوه ولا يجوز لرجال الدين أن يبلغوا بها وأن يعلموها الناس لأنها تتناقض وتتعارض مع دين العترة الطاهرة سيستمرون على ضلالهم وسيبلغ المبلغون لكن عليكم أن تعرفوا من أن الحقيقة هي هذه وبنفس الأسلوب هذا سيقفون في وجه إمام زماننا وسيحاربونه الامر راجع اليكم خافوا على دينكم وخافوا على عواقبكم القضية ما هي بقضية مزاح ولا تعصب لهذا الشخص او ذاك نلتقي غدا ان شاء الله تعالى في حلقة جديدة وفي اسئلة جديدة اسالكم الدعاء جميعا في امان الله